تفضل، عم بسمعك. انت طلبت مني نلتقي ونحكي، ولهلا حضرتك ما حكيت شيء. يبقى انا بدي اسالك، وقت حكيت معي قلت لك الامل، شو توقعتي الموضوع اللي هيك؟ اكيد الموضوع بخص حاتم. هذا شيء مفروغ منه، اكيد عن حاتم. بس الكلام اللي بدي اقول لك اياه، انا واثق انه انت مانك متوقع انك تسمعي. تفضل. انا رايي حاتم بعدي عني، نسي. وليش؟ انت بالنسبه له مجرد سلاح، رقم، ايام قصيره راح يقضيها وبعدين يلحشك. هو قال لك هالحكي؟ هو قال لي كثير، حكى كثير وانا عم بسمع، وللاسف حكى عن ادق التفاصيل اللي صارت بيناتكم. تفاصيل شو؟ مستحيل لك. انا ما بسمح لك. انسينا ريمان، ما في داعي توجي وتسمعي علينا المحل كلياته. هدي اعصابك، انا ما قلت شيء لحتى تسمحي لي، هو اللي قال. انا سمعت بصراحه، عن جد اللي حكى عيب كثير. استاذ وائل، الحكي اللي سمعته. انا ريمان، ما في داعي تبرري، انا مخي نظيف، لا تزعجي حالك. انا مالي عليكي شيء، بس بصراحه انا بعد ما شفته هيك عم يتصرف معك شفقت عليكي، تعاطفت معك. يعني انا ما بعرف، هيك فيك تقولي حبيت انك ما تكوني رقم عند حاتم، ما تكوني هيك مجرد وحده يقضي معه وبعدين يلحشها. وإذا مالك حابة تكوني هذا الرقم اللي بيمحيه حاتم، أنا رح قلك على شيء والقرار بيرجع إليك. قرار شو؟ قرار إنك تكوني قد حالك وتدافعي عن كرامتك وتندمي لحاتم على اليوم اللي فكر إنه يحكي عليكي ويأذيكي. فشو رأيك؟ وأنت شو مصلحتك؟ شو مصلحتي؟ هذا الشيء ما بيهمك، المهم مصلحتك. وشو هي مصلحتي؟ هلا جينا على جد، ما قدرتي على الأب، فيك تقدري على الابن. وليكو موجود قدامك، وحاتم أنا اللي بعرفه ما بيلدغوا إلا ابنه. قصدك وليد؟ إيه، وليد ابنه الوحيد، هو نسخة مصغرة عنه، نفس الطينة بس على هبلة شوي. طبعا إذا وليد وقع بين إيديكي ما شاء الله، أكيد رح يكون مثل الخاتم بإصبعك، وبتحسني تنتقمي من حاتم. وليد ابنه الوحيد، يعني كل شيء بيملكه حاتم رح يكون له. بدك يعني؟ أنا ما بدي شيء، أنا بدي مصلحتك. أنا أعطيتك المفتاح وأنت اختاري الابواب اللي بدك تفتحيها. وشغله تانية، حاتم ربيعنين سوا وبعرفه كثير منيح، واي كلام عم بقول لك اياه لازم تثقي فيه. عم تفهمي انسناني؟ طاولتك على حسابي.